هتسمع اخبار كويسه يا فندم. يا فندم ده فرقعات جرايد، وسيادتك عارف جرايد المعارضه. طبعا طبعا. مع السلامه يا فندم. صورتك منوره الجرايد يا نجدت. شفتها يا فندم، بس وحيات اولادي اديتهم صوره كبيره لسعادتك، ما نزلوهاش الجبنه. لحسن حظك انها ما نزلتش مع الكلام البايخ اللي سعادتك صرحت بيه. فبركه يا فندم، فبركه. حضرتك عارف جرايد المعارضه هو يعني علشان شويه عيال بايظه بتشرب مخدرات في جامعه يلبسوها فينا احنا؟ وبعدين موضوع الطوابع ده مش جديد ولا حاجه، ده معروف في العالم كله. يا سياده اللواء، بدل ما تبرر الكلام شوف شغلك. وبعدين يعني هو انا ملاحق على اللي ورايا عشان اسيب شغلي وانزل احليك مشكله جامعه الصفا دي؟ يا ريت يا فندم، عشان نشوف سعادتك كتير. بدل ما تشوفني يا ريت تشوف شغلك. بقالك شهور ومش عارف تحل المشكله دي. اقتحمت الجامعه 3 مرات ما وصلتش لحاجه، منابنا بس غير وجع الدماغ من ابهات العيال دول. الموضوع ده لو ما خلصش يا نجدت مش هيبقى في صالحك، وانت فاهم كده طبعا. فاهم يا فندم فاهم، وده اللي خلاني اجل ساعتك دلوقتي. انا يا فندم عندي خطه ما تخرش الميه. ايه الخطه يا نجدت؟ تقول وخلصني. حاضر يا فندم حاضر. احنا هنجيب ضابط متخرج من دفعه جديده ونزرعه في الجامعه وسط العيال المشتبه فيهم عشان نعرف السكه اللي بيجيبوا منها المخدرات، ونمسكهم وهم متلبسين عشان القضيه ما تطلعش بايظه والدنيا كلها تعرف ان انا قصدي ان سعادتك انهيت المهزله دي. برافو يا نجدت برافو. كنت مخبي الاقتراح الهايل ده فين؟ انا كنت شغال عليه في صمت. بسعادتك برضه اللي علمتنا كده يا فندم. بس عشان ننفذ الخطه دي محتاجين ضابط محنك عنيف، ضابط حديث التخرج. بالظبط يا فندم، هو ده اللي رعيته وانا بختاره. طب فين الضابط ده؟ ها؟ هو موجود يا فندم، موجود. بكره الصبح يكون في مكتبي. دلوقتي انا هتصل بالوزاره ابلغهم الخطه عشان يهدوا شويه. ما نستنى شويه يا فندم عشان السريه. السريه. توريطه. الو؟ اديني الوزاره بسرعه. طب اسمعي النكته دي. واحدة متهمة عندي في الأداب، ابنها بيقول لها ماما ماما أنا بحبك قوي يا ماما، قالت له خلينا أصحاب أحسن. تقلي معارك هنا حيوان أنت. آسف يا أبي، أنا لقيت حضرتك اتأخرت، قلت أنا أعمل شوية تليفونات مهمة. شوية تليفونات من تليفون الشغل؟ فاهم نفسك إنك في بيتكو؟ حاجة غريبة. إيه يا جماعة؟ يلا جهزوا بسرعة وتعالوا لي، مفيش وقت. حازم امشي دلوقتي من وشي لحسن، انا عفاريت الدنيا بتتنطر في وشي ومش طايق اشوفك. انت هتقرفني في البيت وهنا كمان؟ انت ايه اللي جابك اساسا؟ مش حضرتك اللي قلت لي تعالى ورايا على الاداره يا ابي؟ قلت لك 100 مره ابي دي هناك عند اختك فوزيه، في البيت هنا على سياره اللواء، فاهم؟ يا ابي قلت لحضرتك 100 مره انقلني عندك في المخدرات واستفيد من حماسي. حماس ايه وليله ايه؟ استنى لما اشوفك هتعمل ايه في قضيه سينما السيارات. يا اخي ما تقبضش على واحده وهي بترضع ابنها. ما هو يا بيبي يعرضوا افلام. استنى بره يا حازم، استنى بره يا حازم. افلام؟ استنى بره. اسف يا باشا. ايه يا جماعه عملتوا ايه؟ تمام يا فندم، حضرنا صور ضباط دفعه 2001 زي ما حضرتك امرت، وفاضل ان سعادتك تختار الراجل المناسب للمهمه. كويس، فرجونا الصور بقى بسرعه. يا رب. ايه يا جماعه ده؟ في ايه؟ احنا عاوزين ضابط نزرعه وسط طلب الجامعه مش وسط مجرمين في سجن. ايه ده؟ ماشي. دي دفعه 2001؟ دي دفعه عرابي اللي انتوا جايبينهم. انتوا جايبينهم منين دول؟ ماشي. ده بالذات لا خالص، تشيلوه. ده مش بس هيبوظ لنا المهمه، ده هيموتنا احنا شخصيا ويخوف الطلبه في الجامعه. الولد ده شكله وسيم، ايه رايكم؟ مظبوط يا فندم، صورته بتنطق. اسمه ايه الولد ده؟ ده بسيوني، عبد السلام البسيوني يا فندم. ابن اللواء عبد السلام بسيوني يا باشا. ايوه ده اللي كان عامل قلق في الداخليه ايام خدمته حضرتك. عارفه اكيد. الولد ده واخد قلب ابوك جامد. هو ده. تعالى يا حازم. عمرك سعادة الباشا. قول لي يا حازم، انت لسه فاكر زمايلك بتوع الدفعه؟ الا فاكرهم يا فندم، ممكن اوصفهم لك واحد واحد يا فندم. لا مش اوصاف، مش للدرجات دي. انا بسالك عن مجرمين، انا بسالك عن دفعتك. في واحد فيهم اسمه
بسيوني عبد السلام بسيوني. بسيوني بسيوني يا باشا، ده عشرة عمري، ده توأم روحي يا فندم والله. ده عشرة الكلية وفصيلة دم واحدة، ده احنا عشنا مع بعض أكتر ما عشت مع حضرتك وفوزية أختي سعد. يا أخ وطي صوتك شوية. تحت أمرك يا باشا، بس لو في حاجة الواد عملها قول لي يا باشا وأنا أدبه وده دفعته وأعرف أتصرف معاه كويس يا فندم. مفيش حاجة، أنا بجمع بس شوية معلومات عنه. ناحية المعلومات يا باشا، أنت جيت لقناة المعلومات كلها. الواد بصراحة فندم بسيوني بسيوني ده بالذات أخلاق وذكاء وابن ناس ومتربي كويس أوي يا فندم. برافو. بس ليه يا باشا سعادتك يعني بتجمع عنه فيه؟ حقيقة حازم هو مترشح يتنقل عندنا هنا في المخدرات. ده واطي يا فندم. نعم؟ واطي. مين ده؟ الواد ده بالذات أوطى واحد في الدفعة، تصدق؟ لا يا فندم سعادتك. بسيوني؟ وأخلاقه مش كويسة. الله. ولعلمك يا فندم ولا أنا يا فندم ما أحبش أتكلم على حد وحش. أنت هتقولي؟ سعادتك يعني. طب وفصيلة الدم؟ دم إيه يا باشا؟ ده ما عندوش دم. عملية التجميل؟ بابا هات لي جراح في مصر ممكن يجازف إنه يشتغل فيها. هيشفط ايه ولا ايه؟ احنا لحقنا ابوها ينتقم، وبعدين ينتقم بقى احنا ما يهمناش حاجه يا بابا. ثانيه واحده يا بابا ودني. بابا اقفل عشان شكله فعلا هينتقم. بقول لك ايه؟ حازم بسيوني بسيوني. الله يحرق سنينك، انت فين يا ابني؟ فاكر يا ابني لما كنت بغششك في الامتحانات؟ وكنت بصحى. والله وحشتني بس. والله وانت كمان. طب فاكر يا ابني لما كنا بنفك لك السرج من تحت الحصان وانت بتنط الحواجز؟ رقبتي كانت هتتكسر، بس مش فاكر يا باشا. برضه مش فاكر، انت صعبت عليا. بنسى الحاجات دي. والله وحشني. وانت كمان يا بسيوني. قول لي حازم بالحق، انت ايه يعني ايه اللي فكرك بيا؟ والله يا باشا انا جاي اقبض على حضرتك. يا سيدي على الهزار واللطافه. جاي اقبض عليك يا بسيوني. جاي تقبض عليا انا؟ بجد بس. لا والنبي. اديني بقى ايدك شمال. ومين اللي جاب لك الكلبشات دي؟ دي جايبينها لي هديه في عيد ميلادي. الف لا بأس. يا حازم بلاش هزارك الغبي ده وفكني. افكك ايه يا باشا؟ ده انت شكلك عامل مصيبه. ولا مصيبه ولا حاجه، كل اللي حصل انا احكي لك ان انا رفضت اتجوز جورنان، عايزين ينقلوا لي حلايب وهتمرمك. يا باشا لا فيها جورنان ولا حلايب، ده موضوع اكبر من اللي انت بتقوله. قال لي هتقوله حيا او ميتا. يا عم ولا اكبر ولا حاجه، انت عارف الموضوع ده حله ايه؟ دبله وبوكي ورد. فكني بقى يا حازم. ورد ايه يا ابني؟ انت اطلع قدامي. اتفضل. يا فقر. تمام يا فندم، قبضنا على ضابط بسيوني. الله يخرب بيتك، انت ايه اللي حببته ده؟ انت في ايه في دماغك؟ ربط الكرفس؟ ليه بس يا ابي؟ سعادتك قلت لي عايزه حيا او ميتا، انا جايبه لك يا فندم اهو بدون اي نقطه دم واحده سعادتك. طب ورب من قدامي حسابي معاك بعد. امشي. شفت يا عم اهو زعل، يا ريتني ما وقفتك تجيب ورد. اسف يا باشا، افتحي الاساور بتاعت الباشا يا فندم. اطلع بره يا حازم. معلش احنا اسفين على الموقف الباير ده. لا يا فندم مفيش حاجه، احنا خلاص هنبقى اهل. جورنان اخبارها يا فندم؟ انت هتبتدي على ماذا؟ ما خلاص قلنا احنا اسفين، عاوزك بقى تصحصح معايا تشد حيلك. هشد حيلي واصلح غلطتي تماما يا فندم، يعني بس كان ليا رجاء عند حضرتك، بلاش حلايب، انا اساسا تعبان في الارياف. انت باين عليك متعب ولبط، ايه اللي انت شايله؟ دي حاجه بسيطه يا فندم، ان شاء الله الف سلامه على بنت سياده مساعد الوزير. هي عيانة؟ وحضرتك ما تعرفش؟ عندها ايه؟ سرع يا فندم. ايه؟ سرع يا فندم، سرع! ألف سلامة للهارم الصغير يا فندم، ربنا يشفيها لسعادتك. مش ده؟ مش ده؟ ورد ايه وهاني مين؟ ايه التهريج ده يا نجدة؟ ده حاجة بسيطة يا فندم، ده أنا الود ودي كنت اشتريت جنينة بحالها لبنت سعادتك. مالها بنتي؟ هي مش عيانة يا فندم؟ مين اللي قال لك كلام الفارغ ده؟ الضابط بسيوني يا فندم. والله ما اعرف يا باشا انك مخلف اساسا. هو لعب عليك يا نجدت، باين عليه لبط فعلا زي ما بيحكوا عنه. شايف سعادتك؟ شايف نظره الشر اللي في عينيه؟ صقر يا فندم، صقر. خلاص خلاص، انا متفائل بيه والوزاره كلها متحمسه له، بيقولوا ان ده هو الشخص المناسب. انا عايز نتائج مبهره، التزموا السريه التامه. ها جاهزين؟ تمام يا فندم، على بركة الله. نجدة باشا الحقني يا فندم.
خير في ايه؟ ده ملف ضابط باسيوني من كليه الشرطه وتقارير خدمته. كويس، ايه المشكله؟ كل التقارير يا فندم نخرب بيت شرطك يا باسيوني، يا ريتني ما كنت سمعت كلامك. ليه يا عم في ايه؟ قعدت تقول لي خلي ابوك يتقدم لها رسمي، رحت قلت لابويا، قال لي جواز مين دلوقتي يا فاشل؟ ابوك قال لك يا فاشل؟ ده قال له يا فاشل هو قتله. يا ريتها جت على كده وبس. ده قال لي كمان انا بصرف عليك علشان خاطر امك، روح بقى خلي غنك كبرهات تنفعك. لا حمزه اتاكد ده ابوك بقى عشان هو كده كرهك بجد. انا مش عارف اعمل ايه يا باسيوني. باسيوني انا لو ما خدتش امل انا ممكن اموت. لا انت مش عارف، انا ممكن انتحر يا باسيوني. بس انا ممكن انتحر صدقني. يا عم اهدى يا عم هنتصرف. حمزه انا عايزك تهدى. بس انت مش حاسس باللي جوايا؟ انا لو امل سابتني هنتحر بجد. ايه يا عم الياس اللي انت عايش فيه ده؟ شوف هو واحد فقط اللي بلجأ له في المواقف الصعبه دي. انا يا فندم لو لفيت الدنيا مش هلاقي زوجه لابن اختي اجمل وارق من الانسه رباب. فوزية فردوس من رمين. أمل من الآنسة أمل ربة الصون والعفاف أمل. وأنا كمان سعيد أوي 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 معرفة ابن حضرتك. لا هنا ده نظره ضعيف. بابن حضرتك وخصوصا لما عرفت إن اسمه الجميل ده حمزة. يا سلام اسم فيه حمز كده. في إيه يا فندم؟ في حمز. آه في حمز. أنا عندي سؤالين. قوي قوي احنا جاهزين مش جاهزين يا ولد؟ جاهزين. الاستاذ حمزه بيشتغل ايه؟ الاستاذ حمزه بيشتغل ايه؟ لا ابعد عنك ما بيشتغلش الفتره دي يا فندم. يعني ايه؟ متجوز بنت عشان تصرف عليه؟ لا لا انا ما اسمحلكش. انا قلت لا لا من فضلك. في ايه يا استاذ؟ احنا صعيده. لا يعني ايه ست تصرف على راجل؟ دي اعصابك. ايه الكلمه؟ بتحس نفسك ايه يا استاذ؟ ايه الكلمه قبل ما تقول حاجه غلط؟ ايه انت تصرف عليه؟ انت عندك الصوت كده انا معاك. انت جاي شلني مش عيب. انا ما غلطتش يا استاذ. يا جماعه معقوله؟ انا ما كلمتوش. جايين نهدي النفوس يا عزمي. خلاص عزمي ايه تراخر يا جماعه؟ ادعي له صابتنا. انا اسف. طيب يعني الاستاذ حمزه معاه ايه؟ 128 سماوي 31 خضرة بيدور وهيقسط قريب ان شاء الله. معاش عارف معاه ربنا يا فندم. كلنا معانا ربنا في القعده دي. ونعم بالله. انا طبعا ونعم يعني بالله. هو خريج ايه؟ حمزه مطرب يا فندم. مطرب والله. امال بيعرف يغني؟ ده انا مربيه على الطرب الاصيل وهو قد كده. الله يا سلام. سيد درويش طبعا. كامل الخلعي طبعا. حسن ابو لخد. علي. طب نسمع حاجه بقى من الغنى القديم. قادر تندمني على الايام، على عمري ضيعته، على الاوهام. قادر تندمني على الايام، على عمري ضيعته، على الاوهام. يعني تظلمني؟ ايه ده؟ ايه ده؟ وحش ولا ايه؟ مين ده؟ انا معرفوش. مين ده يا ابني اللي انت بتغني له؟ ايه ده؟ دي رائعه من روائع الاستاذ محمد محي الدين ابو العز. دي حضرتك عامله اعلى ايرادات في المهندسين. اسال شهاب ولا انت ما بتنزلش؟ طيب ان شاء الله لو حصل نصيب انا عندي طلب من الاستاذ حمزه. تاني؟ معلش تاني طلب تاني. طلباتك كترت. لا بجد طلباتك كترت. ابعد عنه سعاد. ما ترفس نفسك انت عندك ذنب. اقعد يا عزمي. اتفضل. انا قصدي يعني انه لو اتجوز ما يغنيش. ايه يا باشا انا اصلا ما بحبش الغنى. لمني على امل بس ابوس ايدك. يلا على يعني ايه افهم من كده ان سعادتك موافق؟ ايوه نقرا الفاتحه. يلا قبل ما نروح كده ايه بس يوري اتاخرت ليه؟ انت مش عارف ان احنا رايحين السينما؟ فاضل نص ساعه والفيلم يبتدي. لا عارف.